مستمرين معاكم وبنحاول ان احنا طبعا ناخد الكابتن ياسر صلاح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن ياسر بنبارك لك طبعا على الفوز وبنبارك لك على البطوله، الف مبروك النهارده، فوز مميز وفوز كبير، حابب تقول النهارده على المباراه الصعبه دي؟ الحمد لله، ده تعب طبعا، تعب فرقه، نشكر ربنا سبحانه وتعالى وبنشكر جمهورنا، تمام، نشكر طبعا مجلس الاداره اللي ورانا، الحمد لله. تعب كبير علينا الفتره دي اللي فاتت، ضغط عصبي غير عادي، بنلعب حوالي 3 بطولات، بلعب في الاسبوع حوالي من 4 ماتشات ل3 ماتشات، تمام. الحمد لله، الحمد لله تعبنا، تمام، بان في الملعب. البطوله مش سهله زي كل سنه، كل نادي دلوقتي بيدعم فرقته، تمام، واحنا الحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله، نحاول ندعم الفتره اللي جايه في خلال المجلس الاداره الجديد. كنت متوقع صعوبه المباراه كده ان هي توصل للتايم واثنين وثلاثه واربعه؟ شو كنت متوقع كده يا كابتن ياسر؟ كنت متوقع كده، وكان الاعداد ماشي في الطريق ده، ما عرفت ان الدوري هيتضغط، تمام، كنت متوقع ان الماتشات كلها هتبقى صعبه علينا، لان احنا بنلعب، بقول لحضرتك، بنلعب من 3 ماتشات ل4 ماتشات. حابب تقول ايه في رساله للفرقه الفتره اللي جايه؟ افريقيا ده الهدف بالنسبه لكم، حققتوا بطولات لكن افريقيا هي الهدف ان شاء الله. افريقيا طبعا هدف صعب علينا، تمام، بس الفتره اللي جايه ان شاء الله، انتوا عارفين ان احنا بقالنا 30 سنه ما دخلناش افريقيا، بطوله صعبه جدا جدا جدا، ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر، وان شاء الله ربنا يتممها بخير باذن الله وناخد الدوري. مبروك كابتن، الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن.